موضوعنا القانوني بنسمع عنه كثير بالفترة الأخيرة، إن كان على مواقع التواصل الاجتماعي أو على أرض الواقع، الطلاق بأنواعه العديدة. اليوم رح نحكي عن الطلاق التعسفي، بنسمع عنه إنه هو طلاق الزوج للزوجة بدون أي مبررات، بدون أي سبب منطقي. دائما يمكن الأثر النفسية عم تكون مو بس للزوجين، إذا كان في أطفال هن الخاسر الأكبر. دائما هن خلينا نقول الحلقة الأضعف صحيح. بكل مشاكل الزوجين، وبيكون التأثير جدا سلبي، وخاصة إذا كانوا الطرفين عم يتصرفوا بدافع ردات الفعل أو الأنانية الداخلية، فالطفل هو خلينا نقول الحلقة الأضعف في هاي القصة. اليوم ضمن صباحنا رح نحكي عن الطلاق التعسفي، شو هو هذا الطلاق وكيف شمله القانون السوري وكيف نحن قادرين نميزه عن باقي أنواع الطلاق، واليوم شو حقوق المرأة ضمن هاي الحالة. معلومات جدا مهمة قانونية حيخبرنا عنها ضيفنا لليوم، وهو الأستاذ أحمد السيطري. بدي لك سعد صباحك استاذ، واهلا وسهلا فيك. سعد صباحكم. صباح الخير استاذ. صباح الخير. صباح الخير استاذ المشاهدين. يعني موضوع صحيح ثقيل شوي على الصباح، ولكن للاسف موجود بشكل كثير كبير. الطلاق التعسفي كيف عرفه اليوم القانون السوري؟ الطلاق التعسفي هو لما يقوم الزوج بتطليق زوجته دون اي سبب بارادته المنفرده، ودون اي سبب مشروع او قانوني، ودون ان يكون للزوجه اي دور بايقاع هذا الطلاق. يعني تكون بجحف بحق الزوجة. بهالحالة هي القاضي شو قرر؟ قرر انه يعطي للزوجة تعويض عن هذا الطلاق لنفقة لا تزيد عن 3 سنوات بالإضافة إلى نفقة العدة. يعني هذا يكون كتعويض للزوجة بسبب إجحاف الزوج بالقيام بتطليق زوجته. بالإضافة لهالشيء يعني بنرجع القاضي بيبحث انه بالنسبه للزوج في مبرر، في شيء حتى استدعيت انه انت توصل لانك تطلق زوجتك، اكيد ما بده يكون في شيء. هذا سبب الطلاق التعسفي، بيلزمه بالتعويض. يعني اليوم حتى لو ما في مبرر لهذا النوع من حالات الطلاق، القاضي غير يعني هو غير قادر انه يلزم الطرفين. نعم. يعني انه يبعدوا عن هالقصة، ولكن بيروح لموضوع النفقه والالتزامات الماديه. النفقه لا تزيد عن 3 سنوات بالاضافه لنفقه العده. طيب. والمهر كامل، المهر المعجل والمؤجل. بس دائما نحن بنشكر السادة القضاة، دائما بيسعوا بأي نوع من أنواع الطلاق، بيسعوا أنه يوفقوا بين الزوج والزوجة. طيب استاذ خلينا نروح للحالات، شو هي الحالات اللي بيكون هذا الطلاق يعني حقق شروطه بالقانون السوري؟ أول شيء بده يكون بإرادته المنفردة للزوج. الزوجة لم دون أي رضا بالنسبة لها، دون أي مسوغ شرعي أو قانوني، مجرد انه خلاص دور من الطلاق انه ما في عنده اي مبرر، والزوجة ما بيكون معها اي سبب او بسببها تم هذا الطلاق. طيب استاذ احمد، اليوم هل ميز القانون السوري الطلاق التعسفي عن باقي انواع الطلاق؟ خلينا نوضح هي النقطة. هلا بالنسبة للطلاق التعسفي واضحة مثل ما حكينا، مثل ما تفضلتي بالمقدمة، انه دون اي سبب، بسبب الزوجة بإرادته المنفردة، الزوجة ما إلى اي ضلع بهالموضوع. بالنسبة للطلاق على المادة 117 طبعا اجت كمساعدة للزوجة، واجت مع الزوجة بالتعديل اللي تم. هلا مثلا التعويض بالنسبة لدعوى التفريق مثلا لإشراق الاضرار، هاي ما فيها تعويض. بالنسبة للمخالعة ما فيها تعويض. تمام. اما بالنسبه للطلاق التعسفي فيه تعويض. يعني هلا مثلا دعوى تفريق الشقاق والضرار، شو مضمونها؟ مضمونها بصير مجلس عائلي، نحن عم نختصر لانه بصير في اول شيء تبليغ، بعدين اخطار، بسجل الدعوه، فيما بعد بصير مجلس عائلي، القاضي بحد ذاته بيكون مشكورين سارة القضاة، بيكون مجلس العائلة بيكون موجود الزوج والزوجة، بيحاول لإصلاحهم. لما بيضم رافع الدعوة مصمم إنه لا أنا بدي خلص استمر بالدعوة، بعين حكمين. الحكمين هون دورهم إنه يرجعوا الوفاق للزوج والزوجة، بيسعوا بكافة وسائل إنه يشوفوا، يحاولوا إنه يصلحوا بيناتهم، بيشوفوا الشهود، يحاولوا إنه يتقربوا من أقربائهم للزوج والزوجة مين بيمون عليهم لحتى يوفقوا بيناتهم. بهالحالة هاي خلص طالما تم مصممين ما صار في وفاق بالنسبه للحكمين، عجزوا انه يوفقوا بيناتهم، بيطلع بيعطوا سلم وتقريرهم للقاضي، القاضي هون بقرر شو بالنسبه للمعجل والمؤجل شو بيطلع لهم. هون ما في تعويض. بالنسبه للمخالعه كمان مثلا، مخالعه بتتم باراده الفريقان، ارضاء الطرفين، ارضاء الطرفين برضاهم، بيجتمعوا لقاء بدل خلع، بيتفقوا مع بعضهم وبينهوا. اما بالنسبه للطلاق التعسفي بحد ذاته هذا صار فيه تعويض.
بس في نقطة بحب أبحث فيها فضل. أنه مع كل أسف المجتمع لغم هاللقاءات اللي عم تصير ولغم الإرشادات اللي عم تصير في شيء عم يحكوا فيه أنه طبعا بالمجتمع هذا غير قانوني طبعا ننصح الزوجة أنه تتروى وتتريس وتستوعب في نقطة هامة كتير اللي هي أنه وقتها عم تطلب الزوجة التفريق عم يجي الزوج يقول لها أنت طالما أنت طلبتي التفريق معناته ما بيطلع لك لا متقدم ولا متأخر هيك مجتمعنا مع كل أسف أنه ما عم يستوعب على الفكرة أنه لا الزوجة إذا طلبت في مبررات في أسباب في حكمين هن اللي عم يقرروا ياما زوجة رفعت دعوة لحتى مثلا تفريق الشقاق والضرار لا سيما عم تاخذ كامل حقها هون بيرجع للحكمين بيشوفوا شو مثلا متقدم متاخر كامل متقدم جزء من المتقدم جزء من المتاخر هي القاعده العامه بالمجتمع مع كل اسف انه باعتقادها بيقول لي خلص طالما انت بدك الطلاق معناتها لازم تتنازلي بتقول له اوكي دون علم بالقانون شغله ثانيه انه مثلا الاطفال كمان هون الاطفال عم يقول لها اذا بدك تطلقي تبريني من كل شيء هو النقطه حكينا فيها النقطه الثانيه بيقول لها بتتنازل عن حضانه الاطفال هاي حضانة الأطفال أنت مو من حقك أنك تلزمها بالتنازل عنه لقاء أنه هي بدها تطلق وتلبي لها رغبتها بالطلاق هاي النقطة كمان هامة كتير لأنه لحد الآن بيراجعونها ناس أنه أخي هي طلبت الطلاق أستاذ لو سمحت معناتها بدها تبريني من كل شيء نحن بنعارض بهالشيء لا مو من حقك أنت تلزمها بهالشيء وهذا بقرر القضاء هي إذا بدها تطلق مو من حقك أنه تلزمها تبريها أنها تبريك المتقدم والمتأخر وخصوصا إذا كان في أطفال بدها تتنازل عن الحضانة أنا هذا شرطي لحتى أرضى لا هذا مو من حقك أنت لأنه الحضانة معروفة ل 15 سنة الموضوع يعني الرأي الأخير للقضاء القضاء يعني بالزبط. اليوم ما في زوج اليوم تلزمها تبقى مع زوجها ما بدها إياه يعني بالضبط هو هون عم يلاقيها فرصة طبعا للجهل بالقانون والزوج ممكن يكون عنده علم بهالموضوع أنه مو من حقها انه تتنازل بس هو بيلاقيها فرصه بسبب الجهل هي ننصح فيها انه ما بيحق له يلزمها بالتنازل عن الحضانه الحضانه 15 سنه فيما بعد بيصير فيه خيار للاطفال هي النقطه اهم شيء انه ممكن نبحث فيها او ننصح الساده المشاهدين انه هذا الشيء غلط اليوم المراه استاذ احمد يعني وقت اللي بتتعرض للاهانه الزوجيه هي عندها استعداد تتنازل عن اي اي شيء بيربطها بهذا الشخص كرمال تبعد يعني اليوم عم نحكي عن شيء براو. انساني عن شيء روحاني هي عم تشعر فيه هي المراه يعني بجوز هي بتعرف اليوم انه انا حقي ولكن ما بقى بدي شيء هذا موضوع ثاني بالضبط يعني. برافو هذا كمان عم يصير انه الناس بيجونا انا بدي متقدمي متاخري بدي بالاخر بتتراجع او من الباب تجينا بتقول انا بدي اخلص منه صح. حياتي معه سيئه ما في حياه زوجيه ما في يعني لا عم يصرف وبضل فايت طالع بينهور بضل سهر برات البيت ما عم الاطفال ما عم يعطيهم حقهم قدام المجتمع بيوبخ فيها مجتمع يعني مع كل اسف انه يعني عم يشوف المظاهر هي كل مره المراه الزوجه شو عم يصير فيها عم تتاثر لا عم يصرف وما في اهتمام منزلي بضل خارج المنزل داير على مثل ما بقول المثل على حال شعره دون اهتمام لحياه شو لازم القدسيه الحياه الزوجيه الى قدسيه الى احترام لازم يكون الطرفين الزوج والزوجه عم يبادوا نفس الشعور الزوجة تقدر زوجها شو عم يقدم وعم يشتغل طبعاً نحن عم نحكي بشكل عام بشكل عام كمان هي ثقافة مجتمع شرقي بالضبط أحمد يعني بالضبط هذا الشيء ما بصير يعني مع كل أسف كمان حالات الطلاق عم تزيد ليش شيء الموبايل بيلتهي فيه شيء عند جارتها والزوج كمان برفقاته يعني هذا الشيء عم يأثر وبالآخر وين عم ينصب على الأطفال برافو عم ينصب على الأطفال من دراستهم من ثقافتهم من اجتماعيتهم من وضعهم حالتهم النفسية بالحارة بالمدرسة كله هذا عم يتأثر فيه الطفل عم ينعكس الشيء على الطفل صحيح يعني ذكرت تفاصيل يومية وحياتية عم يمروا فيها كتير من الأشخاص خلينا نحكي اليوم صار في شيء أي تعديلات على حقوق الزوجة في حال طلقها زوجها طلاق تعسفي بالضبط صار في تعديلات 2019 المادة 117 مثلا الزوجة كان مهرها 500,000 مثلا أو 100,000 متقدم و 50,000 متأخر أو 100,000 متأخر هون إجا القانون أنصف الزوجة كيف؟ هو القانون بشكل عام قد ما قدمنا بيضل الزوجة إلى كيانة إلى احترامها وشو ما قدم بيضل قليل للزوجة لقاء ما عم تقدمه للأسرة صحيح نحن خلينا نكون واقعيين يعني الزوج عم يطلع على شغله الاهتمام للأطفال معظم النسبة كنسبة كبرى عم تضل للأم مظبوط مقاتله على كل الجهات بالضبط وخصوصا اذا كانت امانة موظفه عم تشتغل وتقدم وتساعد والزوج باستهتار هذا الشيء التعديل اللي صار انه تعويض الطلاق التعسفي
اجا منيح. تعب شغله ثانيه متقدم والمتاخر عم يصير انه بامثاله قديش متقدم متاخر 50 ب 50. المحكمه هلا ما عم ترضى انه مو برأي المحكمه بناء على طلب الزوجه بدها تعدل المهر. تعديل المهر صار لا بأس فيه يعني تقريبا فينا نقول مهضوم يعني صار على الوضع الراهن انه عم يصير تعديل يعني تعديل في بالملايين عم تصير طبعا حسب حالتها ووضع الاجتماعي وحسب حالته ووضع الاجتماعي. هو ممكن الفت نظر انه الطلاق التعسفي هو نفس الطلاق الاداري، يعني في ناس ما بتعرف تميز بين الطلاق التعسفي والطلاق الاداري. الطلاق الاداري هو نفس الطلاق التعسفي بحيث انه في موظف مختص من ديوان المحكمه الشرعيه مختص لتسجيل حالات الطلاق الاداري. الطلاق الاداري هون كمان المحكمه الله يجزيهم الخير قضاة الشرعيين كمان عم يهتموا ويطبقوا القانون انه عم يعطوا فرصه شهر للمصالحه مثل دعوى التفريق للشقاق والضرار. نعم. كمان بيعطوا بعد ما يصير تبليغات وتبليغ او اخطار او اذا كانت بلغت الزوجة او الزوج من اول مرة يصير بده يحضر عم يعطوا شهر للمصالحة. ولحتى صار في عندنا يعني جمعيات مثل مؤسسات انه للوفاق بين الزوج والزوجة. يعني هون كمان عم يصير الله يجزيهم الخير انه يوفقوا انه بلكي بيتراجع الزوج او الزوجة اذا كان كمان هي كانت رافعة الدعوة بلكي عسوا لعل انه يتراجعوا وعم يحاولوا انه يوفقوا بيناتهم والله عم يبذلوا جهد منيح الله يجزيهم الخير. طيب اليوم استاذ احمد خلينا نضوي على نقطه جدا مهمه وهي محور اي اثار ان كان ايجابي او سلبي بحياه العائله وهم الاطفال. في حال الطلاق التعسفي شو مصير الاطفال اذا كانوا في سن الحضانه او لا؟ بالنسبه لموضوع الاطفال سن الحضانه الطلاق التعسفي هذا موضوع خاص حكينا فيه انه بيطلع للزوجه نفقه لا تزيد عن 3 سنوات. المهر بيتعدل وفق القيمة الرائجة حاليا. بتعرفوا شلون كانت من قبل شلون هلا بالنسبة للقيمة المالية. وبالنسبة للأطفال إذا ما كانوا سن الحضانة هون فوق 15 سنة بضل الخيار لإلهم للأطفال. أما الزوج مثل ما حكينا إنه عم يستغل الفرصة ليضغط على زوجته لتبريه. احيانا المراه بتكون تروح لرده فعل جدا سلبيه انه انا ما بدي الاولاد، انا بدي اتنازل عن الاولاد كرمال، يعني هي مو كرمال لانه ما بتحب اولادها، ولكن هي رده فعل تجاهه يعني انه تحملوا مسؤوليتهم. كمان سؤالك هذا كثير وجيه، كمان انه الزوجه عم عدم مؤاخذه وقت عم تضل مرتبطه مع الاطفال، شو عم يخليها تضل مع الاطفال؟ عاطفتها امومتها يعني الامومه تبعها. هون الزوج يعني ما عم يقدر هالشيء هذا كليته، الزوجة عم راح مستقبلها ضمنا راح مستقبلها بشكل عام انه عم تهتم بهالاطفال. بيجي مثلا طلقت اذا حدا بده يتجوزها والله هي مهتمة باطفالها. اما نحن يعني انا مشان ما الناس تفهم غلط نحن ما عم نقسي قلب الام على 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 اطفالها. اطفال لهم حنية قلب الزوج على بالضبط تلاقيها يعني ممكن تكون وسيلة ضغط انه تنازل عنه على حضانتهم، قال له انا مالي مسؤوله مالي ملزمه، لا سيما انه معلش خلينا نكون واقعيين انه النفقه اللي عم تترتب على الزوج للاطفال شو عم تكفي؟ ما عم تكفي اكيد بالضبط، هي بتخليها تكون وسيله ضغط على الزوج. صحيح انا بدي اتنازل عن الاطفال، اطفال مين بده يربيهم؟ اكثر من امهم ما في، واحسن من امهم ما في، بغض النظر انه الاب نعم له دور عم يقدم واجبه، بس كل الفتره العظمى عم تضل مع الاطفال مع الام. هون بدهم ينعكس هالشيء هذا بشكل سلبي عليهم، بس طبعا نحن عم نحكي انه بشكل عام انه لما الاب بيكون اب بمعنى الكلمه مو اب اناني تحمل المسؤوليه بشكل كامل مو بشكل انه يكون اناني ما بهمه غير مصلحته ما بهمه الاطفال تمام لان الشيء هذا بده ينعكس عليه واطفاله سمعته شو اسمهم اولاد فلان ما بقول اولاد فلانه بهيك مواقف لما بده يكون في الاطفال ينشأوا بتربيه غير سليمه هذا عم ينعكس على الاب، الاب لازم يكون واعي، لازم يكون حكيم، طلاق غير طلاق لازم يضل حاط بعين الاعتبار انه مصلحه الاطفال. تمام، بالختام المحامي احمد السيطري بدنا نشكرك كثير لكل المعلومات القانونيه يلي قدمتها بمساحتنا الصباحيه لليوم، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. شكرا استاذ لحضورك اليوم هيك وان شاء الله بالتوفيق والصلح للناس ان شاء الله. اهلا وسهلا.